جي تأسست ب 1976 وبعام 2021 تم دمج أربع شركات لحتى تم تشكيل جفن الجزيرة ميتال إندستريز. جي هي شركة مختصة بتنفيذ المشاريع اللي متعلقة هي بالرودز، كل شيء له علاقة بالطرقات، ستيل انفراستراكتشر. جي بتقدم عدة خدمات واشتهرت بتصنيع الترافيك ساينز. نحن بالشركة حوالي تقريبا 950 ستاف، اوكي، ونحن هلا كمان بجي الاسواق الأساسية بالنسبة لها هي حاليا الميدل ايست وافريكا، وي ار اكسباندينج لنورث امريكا ويوروب. اهم المنتجات اللي بتعملها جي هي كل شيء متعلق بالرود اربن ديفلوبمنت، كانوبيز، باس شيلترز، ترافيك ساينز، بالاضافه للجارد ريل وكمان منتجات معدنيه ثانيه. نحن بتجي لما بدنا نشتري ماشينز ندور على نقاط أساسية حتى نشتري الماشين الأفضل، اللي مثلاً بتتعلق الأمور اللي بتتعلق بطول الخدمة، بجودة الإنتاج، بالإضافة إنه نحن مندور دائماً على الأنظمة الأوتوماتيكية اللي هي بتشتغل بساعات أطول ومن دون يد عاملة. بالإضافة إنه نحن اخترنا سالفانيني لأن نحن مندور دائماً على الشركات الرائدة بهذا المجال، وأكيد سالفانيني هي غنية عن التعريف. أكيد نحن بعد سالفانيني L3 ماشين زادت عنا الإنتاجية بحدود تقريباً 70%، بالإضافة إنه نحن قدرنا نتوسع بشكل أسرع وأكبر بالسوق، بالإضافة إنه هي ساعدتنا لتقليل التكلفة بالإنتاجية، تقليل العمل الإضافي لفينيشينج البرودكت. حالياً نحن في عنا خطة لنشتري S1P4 Automated Line. العلاقة بين جي وسالفانيني هي منا علاقة سبلاير وكاستمر بس، بالعكس نحن منشوفها هي علاقة بزنس بارتنر، وأكيد نحن منقدر ومنفتخر بهذا الشيء.